السؤال الأول وسؤال يطرحه الشارع السياسي ويطرحه الكثيرون اليوم، وهو بعد 2019 سيد الرئيس هل تنوون مواصلة الحكم بطريقة ما أم ستتركون الحكم نهائي؟ السؤال الثاني، صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مؤخرا تحقيق تضمن اتهامات ومعلومات خطيرة فيها بعض المسؤولين وبعض المقربين منكم، ألا تستحق مثل هذه الاتهامات تحقيقا حكوميا بشأنها؟ شكرا. أول السؤال الأول اللي نجاوبك عليه 2019، أنا كريت حالي شوية من الحكم 2019، الله من يتقرب ذيك التاريخ إن شاء الله نبدأ نجاوبك عليه. السؤال الثاني، ما هي كل مردة انكتبت وخاط في الجرائد يحسب حد عنها قضية حقيقية؟ وين المقربين منهم اللي مقربين مني انا، والمسؤولين منهم اللي مديورين في اسم اللي مديورين قلت عنهم هذا اللي مديورين تكلمت عنهم جريده ليموند، سنعرفهم هم هو المسؤولين منهم الشخصيات اللي وردت منهم 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 ذوك المسؤولين بعض الشخصيات كيف تمن قول لي فلان وفلان ها؟ إذا أنا ما شفت تقرير ولا شفت عندك أساميهم ها؟ نعم في أسماء وردت في التقرير المعروف منهم بالأسماء يا أخي قول لي اسم فلان وفلان من باب تفادي تجريح بالأشخاص ماني وما تفهم تجريح مو خاوة سامي قلت عنهم مدير أمن سابق ذكر مدير أمن سابق ذكر مدير 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 الأمن السابق مدير الأمن السابق وكانت عدة شخصيات أخرى كثيرة تحقيق موجود مشهور على كل حال أنا هاي اسمع لا يقول لك هاي القضية ما لي بها علم وذا التقرير اللي ما شفته ولا قريته يعني نعرف عن جريدة لوموند وخاصة جريدة لوموند أفريك عنها متخلط معها والله متمنط معها والله فم شخص موريتاني موجود في الخارج رجل أعمال متمنط بها وعنده مكتب فاتحه فرنسي سمعت واسم الصحفي قد عود ماني ضابطه وهو اللي يغذيه بالامور كامله اللي تراجعها سمعت اللي ما لها اساس ولا نقول لك ويختاروا عود معاك ويسمعوا هم المواطنين كاملين ويعرفوا تعرفوا شركه تازياز ليميتد انا ما قد دخل علي منهم مديرهم ولا مدير مساعد ولا مديرهم اللي في كندا مع اول شيء اعترفهم اللي به اول شيء نقول لهم ياك ما قال لكم مواطن موريتاني موظف في الدوله عنكم ترشوه ولا تعطوه ولا تعدلوه ولا تشقلوا لحد ولا هي مره واحده ولا هي مرتين فهم هاي القضيه اللي تنكتب وفهم ياس من القضايا قاعد ينكتبوا مين عود الله اللي ينكتب كامل عن الرئيس وعن مقرب من الرئيس حق يعطي تماما السحب لا يعطي جانب هنا تيتري غير هاي القضية ما هي مساس يعني الشيء سوى شنو هو في قضايا مشاكل هي الشركة على كل حال عندها مشاكل اقتصادية خاصة بها غير سبب ذيك المشاكل ما يلود لهم في علاقتهم مع الدولة لا في مع الوزارة لا مع إدارة الأمن ولا مع الرئاسة ولا مع مقربين للرئيس ما يعرفوا عنهم مقط الرئاسة مقط تصلت بهم بدورهم يشقلوا الرجال يسووا من هو قبل. والوزارة نفس الشيء يتكلموا عن قضايا حقوق ينعطاوا خدمات يخلصوا لمصالح أمنية ذيك أمور طبيعية تخلص الشرائح كاملة وتخلص في الدول كاملة واضحة قضيتها وإذا قطع النقاع ما هو اللي قد ما هو بعد الله داير الشركة في أزمة وبالتالي نحن على مستوى الدولة قررنا أن نوقف المعاملة مع هذه الشركة إلين توضح هذه الأمور كاملة وتمرق لنا الملفات هذا رسالة وصلتهم من عند وزارة المعادن والبترول ولا نقول لك ملي عن ورق ما هو وضعية مريحة تماما ما يغير بعد المسؤولية ملي ما يعلمهم هم اللي عليهم المسؤولية خسارهم هو ذاك شأنهم الداخلي وبالتالي هاي القضية ما لها أي أساس والتحقيق قد يعدل على كل حال والدولة ما عندهم أي ملي هم الشيء ذاك وقد يوخوهن إلى عادهم الصيب شاوي يسيروا شركتهم
يقبضوا الشاحنة يكروها بسوقها 7 مرات ولا 10 مرات، يستفادوا منها بعض الأشخاص اللي فيهم هم داخلهم هم، ويستفاد منها ياسر من المواطنين. لكن الدولة ما اقطع اللي ما يقطعوا به الدين في البداية، لا كيفت القضايا كامل ولا مركبة من المراكب كاملين اللي يقبلوا بعض الأشخاص، يعني يشوهوا سمعة النظام ويشوهوا سمعة البلد بشمل الأكاذيب اللي ما لها أساس، اللي ما يوقف عليها يحقق معها شباب ما يمساس على شيء. شنو هو غير غرض شخصي عند بعض من الأشخاص، غرض شخصي، ولا يخدم الوطن ولا يخدم محاربة الفساد ولا يخدم الوطنية، بعيد منها. قضايا شخصية أشخاص بينهم قضية مع اللي معدل كامل مش صالح، بينهم هم كانوا معاكسين الكامل معدل، ومنين عادوا ماتلة وجابرين اللي كانوا مستفادين منه، عادوا كل شيء عندهم خاسر وكل شيء عندهم ما هو صالح. ولا كيف قلت لك مركبة من المراكب كاملة اللي كاذبة اللي تعدل ضد البلد.